A UNRWA, Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, necessita urgentemente de 60 milhões de dólares para providenciar abrigo, comida e medicamentos imediatos para as famílias afetadas pelos recentes bombardeios aéreos em Gaza. أول شيء كنا في البيت قاعدين بأمان ما فيش أي شيء وفجأة أجى اتصال من الجيران بقولوا اطلعوا بسرعة بدهم ينقصوا في البيت في لحظات يعني في خلال أقل من دقيقتين دوب إنه إحنا الواحد لسه ما لحق يحمل أولاده بده يطلع من البيت مجرد ما وصلنا بس باب البيت ولحظات من برا باب البيت أقل من ثواني كان في استهداف للبيت بصاروخين زنانة يعني مجرد ما طلعنا يمكن في خلال أقل من 4 دقائق بقى البيت مقصوف بأربع صواريخ واحنا لقيت كل هيك تشردنا شيء يعني انا اولادي في شقه ومرتي في شقه وانا في مكان في شقه فالامر صعب جدا يعني هلقيت واحنا مش عارفين يعني ايش الذنب اللي اخترفوه الاطفال حتى اللي في بيتهم هم امنين يعني عنده اطفال امنين في بيتهم ايش اخترفوا ذنب عشان يصير فيهم هيك A quantia também servirá para execução das intervenções necessárias para o fim das atividades militares na região. Até sexta-feira, 18 de julho, cerca de 23 mil pessoas foram abrigadas em escolas administradas pela agência na faixa de Gaza. الاطفال انا اللي قاعده بسكت فيهم لا يا ماما ومعلش يا ستي وانه ما تخافش وهذا بس انا نفسي انا خايفه من اللي بصير. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, UNIC Rio.